بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرات التفسير وعلوم القرآن. وكنا قد عرفنا في المحاضرة الماضية معنى علوم القرآن وموضوع علوم القرآن والفوائد والثمار التي تعود علينا من دراسة هذا العلم الشريف، ثم أخذنا أول علم وأول مسألة نزول القرآن الكريم، وعرفنا معنى كلمة النزول إذا أضيفت إلى القرآن الكريم ما المراد بها، ثم عرفنا أين كان القرآن قبل نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا مدة هذا النزول، ثم عرفنا الفوائد والحكم من نزول القرآن الكريم منجما ومفرقا ومن نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. ثم بدأنا في دراسة أول ما نزل وآخر ما نزل، وعرفنا أن أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انقطع الوحي، ثم بعد انقطاعه أول ما نزل بعد الانقطاع صدر سورة المدثر. ثم عرفنا آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، وهو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكرنا الأدلة التي ترشح أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق. لكن هناك قول مشهور بين الناس جميعا أن آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق هو قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية الشريفة بعض العلماء فهم من قوله اليوم أكملت لكم دينكم أن بهذه الآية ختم القرآن الكريم وختمت الرسالة السماوية التي نزل بها جبريل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن هذا القول الذي يقول بأن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم هذا قول غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة في حجة الوداع، قائم بعرفة في حجة الوداع، ويوم عرفة كان يوم تسع من ذي الحجة، هو اليوم التاسع من ذي الحجة. يبقى إذن هذه الآية نزلت في اليوم التاسع من ذي الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول، في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة، في سنة 11 هجريا. يبقى إذن هذه الآية نزلت يوم 9 ذي الحجة سنة 10، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي 12 ربيع الأول سنة 11 هجريا. وقد علمنا أن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال أو بسبع ليال أو بأحد عشر يوما، لكن اليوم أكملت لكم دينكم نزل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من شهرين. وبذلك نعلم أن من يقول اليوم أكملت لكم دينكم آخر ما نزل من القرآن هذا القول ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المدة بين نزول هذه الآية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر من شهرين. أما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فهذه الآية نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة أقل من ذلك. طيب، بما يفسر الإكمال في الآية؟ يعني قوله اليوم أكملت لكم التي توهم منها من توهم أن هذه الآية آخر ما نزل، قالوا يفسر الإكمال في هذه الآية بقولين: الأول أن المراد بالإكمال هو إظهار الدين، إظهار الإسلام على الدين كله بفتح مكة، إظهار الإسلام على الدين كله بفتح مكة، هذا رأي. والرأي الثاني قال اليوم أكملت لكم دينكم، المراد بالإكمال هنا هو إكمال الدين بالحلال والحرام، يعني بعد نزول هذه الآية
لم ينزل بعدها شيء من الفرائض ولا من الأحكام المتعلقة بالتحليل والتحريم، وبذلك يكون القول الصحيح في آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله للأدلة التي كنا قد ذكرناها. ننتقل الآن إلى موضوع مهم من موضوعات علوم القرآن، وهو المكي والمدني. المكي والمدني، ومعنى المكي والمدني أن القرآن الكريم منه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة، فيا ترى هل المراد من المكي والمدني، هل المراد بقولنا نزل القرآن بمكة أو نزل بالمدينة المكان، فيكون ما نزل بمكة مكي وما نزل بالمدينة مدني، ولا المراد بالمكي والمدني الزمان والفاصل من الزمان بين القرآن المكي والمدني هو الهجرة، فما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، فيكون المعتبر الفاصل عندنا المقياس عندنا هو الزمان بخلاف القول الأول، فالمعتبر فيه هو المكان. أو المراد أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. إذن عندنا ثلاثة أقوال، ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول يعتبر المكان، المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا القول تثبت معه الواسطة، لأننا إذا تأملنا في آيات القرآن نرى أن هناك آيات لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة، وإنما نزلت مثلا بتبوك أو نزلت ببيت المقدس كالآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. يبقى إذن تثبت الواسطة مع هذا التقسيم وهذا التعريف، وبذلك لا يكون هذا التعريف مضطردا ولا حاصرا ولا جامعا لكل آيات القرآن. الاعتبار الثاني الزمان، أن تكون الهجرة هي الحد الفاصل، فما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، وهذا التعريف وهذا التقسيم لا تثبت معه واسطة، بل هو جامع مانع مضطرد حاصر لكل آيات القرآن الكريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمرحلتين، قبل الهجرة وبعد الهجرة. الاعتبار الثالث وهو المخاطب، ما المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، هذا أيضا لا يسلم من النظر ولا يسلم من النقد. لماذا؟ لأننا سنجد أن بعض الآيات لم يكن فيها نداء لا لأهل مكة ولا لأهل المدينة، فأصحاب هذا القول يقولون الآيات التي فيها نداء للناس جميعا يا أيها الناس أو لبني آدم يا بني آدم هي مكية، والآيات التي بدأت بنداء المؤمنين يا أيها الذين أمنوا مدنية، والحق أن هناك آيات لم تبدأ بيا أيها الناس ولا يا بني آدم ولا يا أيها الذين آمنوا، وبذلك يكون هذا الاعتبار أيضا ليس مضطردا وليس جامعا لكل آيات القرآن الكريم. كما أننا نجد أن سورة البقرة، وقد أجمع العلماء على أنها مدنية، وفيها قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما نجد سورة النساء مدنية وبدأت بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، ونجد سورة الحج مكية عند بعض العلماء وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. إذن التعريف الصحيح، التعريف الأصح والأرجح والأولى بالقبول أن المكية ما نزل قبل الهجرة وأن المدنية ما نزل بعد الهجرة، وبالتالي يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هو مدني، مع أنه نزل في عرفة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في حجة الوداع، ومع ذلك نقول عنه مدني، لأن المصطلح المعتبر في تعريف المكي والمدني هو أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة.
لماذا ندرس المكي والمدني؟ ما الفوائد والثمار التي تعود علينا من دراسة هذا العلم الشريف؟ أول فائدة أن نعرف الناسخ من المنسوخ. عندنا آيتان متعارضتان، الآية الأولى تدلنا على حكم، والآية الثانية تدلنا على حكم يغاير ويخالف هذا الحكم، وهما في نفس الموضوع، يعني في موضوع واحد. فماذا نصنع عند التعارض الحقيقي الذي يتعذر معه الجمع بين الآيتين؟ نرى هل متى نزلت هذه الآية ومتى نزلت هذه الآية. فإذا عرفنا أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية، فإننا سنحكم بأن الآية المدنية قد نسخت الآية المكية. كذلك من الفوائد والثمار التي تعود علينا من دراسة المكي والمدني معرفة تاريخ التشريع والوقوف على سنة الله تعالى وحكمته البالغة في التدرج في تشريع الأحكام على عباده. كذلك من الفوائد والثمار التي تعود علينا من دراسة هذا العلم الشريف أن نتدرج في الدعوة إلى الله، أن نستفيد من هذا الدرس في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فنبدأ بالتدريج أولا، نبدأ أولا بتصحيح العقيدة وبدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وبيان هذه العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك نبين لهم الأحكام والتشريعات إلى آخر ذلك. كيف نعرف المكي من المدني؟ يعني كيف نعرف أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية، أو هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية؟ قال العلماء: الطريق إلى معرفة المكي والمدني العمدة فيه والأصل فيه والأساس فيه هو النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا الصحابة؟ لأنهم عاصروا التنزيل، عاصروا الوقائع، وحضروا الحوادث والملابسات التي أحاطت بنزول الوحي الشريف. وإذا كانوا قد عاصروا وحضروا تلك الوقائع فإنهم سيبلغوننا أن هذه الآية نزلت في كذا، في مكان كذا، في زمان كذا، في حادثة كذا، ويدلون على ذلك. وبذلك يكون الطريق إلى معرفة المكي والمدني هو النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندما ننظر في الآثار المنقولة لنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المكي والمدني، سنرى أن المكي والمدني من سور القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. قسم اتفقوا على مكيته، يعني اتفقت الآثار والواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمنقولة أن هذه السور مكية، وقسم متفق على مدنيته. قسم متفق أنه مكي، وقسم باتفاق هو مدني، وقسم مختلف فيه. يعني وردت عندنا آثار تقول بأنه مكي، وآثار أخرى تقول بأنه مدني. ماذا سنصنع؟ قال العلماء: سنقيس القسم المختلف فيه على القسمين، القسم المتفق على مكيته والقسم المتفق على مدنيته. لماذا؟ لأن العلماء قد درسوا السور المتفق على مكيتها ودرسوا السور المتفق على مدنيتها، وأخرجوا لنا ما امتاز به المكي عن المدني وما امتاز به المدني عن المكي. وبذلك يكون طريق معرفة المكي والمدني، الطريق الأول الطريق النقلي السماعي عن الصحابة رضي الله عنهم، والطريق الثاني هو الطريق القياس، قياس المختلف فيه على ما علمنا أنه مكي باتفاق أو علمنا أنه مدني باتفاق. ما الضوابط أو ما المميزات التي امتاز بها المكي عن المدني حتى نقيس عليها السور المختلف فيها؟ قالوا: ضوابط معرفة المكي، يعني وهذه الضوابط هي أغلبية، بمعنى أننا إذا تأملنا السور المكية سنجد هذه الخصائص وهذه المميزات موجودة في السور المكية. قالوا: ضوابط المكي، كل
سورة ورد فيها لفظ كلا، كل سورة ورد فيها لفظ كلا فهي مكية، ولفظ كلا قد ورد في القرآن 33 مرة في 15 سورة. هذه السور 15 في النصف الأخير من القرآن، يعني من بداية سورة مريم إلى نهاية القرآن. لماذا تكون السورة التي فيها كلا سورة مكية؟ قالوا لأن كلمة كلا هي لفظ يستعمل بمعنى الردع والزجر، والردع والزجر يناسب أهل مكة لأنهم كانوا جبابرة، لأنهم كانوا جبابرة فيناسبهم التعنيف ويناسبهم الزجر. قالوا كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية باستثناء سورة الحج، فسورة الحج مختلف فيها. كل سورة فيها قصص الأنبياء فهي سورة مكية ما عدا سورة البقرة وسورة آل عمران. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي سورة مكية ما عدا سورة البقرة. كل سورة بدأت بالأحرف المقطعة فهي سورة مكية ما عدا سورة البقرة وآل عمران، وفي سورة الرعد خلاف. هذه هي الضوابط التي وضعها العلماء لمعرفة المكي. الضوابط الأخرى لمعرفة المدني، قالوا كل سورة فيها حديث باستفاضة وتفصيل عن الحدود والفرائض، عن الحدود والفرائض فهي سورة مدنية. كل سورة يذكر فيها المنافقون ويذكر فيها أهل الكتاب فهي سورة مدنية، ما عدا سورة العنكبوت فإنها مكية، وبعضهم يستثني منها بعض الآيات ويقول إنها مدنية التي وردت في أحوال المنافقين. كل سورة فيها حديث عن الجهاد والقتال في سبيل الله فهي سورة مدنية. إذن وضع العلماء لنا ضوابط للمكي وأخرى للمدني حتى نستطيع أن نميز السور المكية والآيات المكية عن السور والآيات المدنية. من مميزات القرآن المكي أنه يغلب عليه الحديث عن العقيدة، يغلب عليه الحديث عن العقيدة، وإذا ذكرت فيه التشريعات والأحكام العملية فإنما تذكر يعني على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. مما امتاز به القرآن المكي أيضا أنه كثر فيه الكلام وعن المشركين وعن مجادلتهم وإقامة الأدلة والحجج على كفرهم وبطلان ما يعتقدونه وما يقولون. كذلك عني القرآن المكي بالحديث عن أصول الأخلاق، عن أصول الأخلاق كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد إلى آخر ذلك. مما عني به قصص الأنبياء، فالقرآن المكي يغلب عليه الحديث بالتفصيل عن قصص الأنبياء السابقين. ومما يمتاز به القرآن المكي قصر الآيات والإيجاز في الأسلوب، فنجد السور المكية يغلب على آياتها أنها آيات قصيرة، أنها آيات قصيرة. أما السور المدنية فيغلب عليها طول الآيات كآية الدين مثلا في سورة البقرة. القرآن المكي يغلب على أسلوبه الإيجاز، يغلب على أسلوبه الإيجاز لأنه يتحدث عن عقائد فيحسم الخلاف، ولأنه يجادل المشركين فيحسم الخلاف من بداية الأمر. أما القرآن المدني فإنه يغلب عليه طول الآيات لأنه يتحدث عن تشريعات وأحكام عملية، والتشريعات والأحكام العملية تحتاج إلى تفصيل وإطناب في الكلام. بهذا يمتاز القرآن المكي عن القرآن المدني. فالقرآن المكي إذا كان يتحدث عن محاجة، أي إذا كان يتحدث عن العقائد، فالقرآن المدني يتحدث عن الأحكام العملية والتشريعات التفصيلية ومن العبادات والمعاملات. إذا كان القرآن المكي
يتحدث عن محاجة ومجادلة المشركين، فالقرآن المدني يتحدث ويغلب عليه محاجة أهل الكتاب والحديث معهم. إذا كان القرآن المكي يغلب عليه قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة، فالقرآن المدني أيضا يغلب عليه الحديث عن المنافقين ويفضحهم ويكشف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللأمة أسرارهم. إذا كان القرآن المكي يتحدث عن أصول الأخلاق، فإن القرآن المدني يغلب عليه الحديث عن التشريعات التي تتعلق ببناء الدولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام دولته إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. القرآن المكي إذا كان يغلب عليه قصر الآيات والإيجاز في الأسلوب، فالقرآن المدني يغلب عليه طول الآيات والإطناب والتفصيل في أسلوبه. هذه هي أهم المميزات والضوابط التي استنبطها العلماء من دراسة السور المكية والسور المدنية والآيات المكية والآيات المدنية. وبهذه الضوابط والمميزات نستطيع أن نعرف أو نحسم القول في السور المختلف في مكيتها أو مدنيتها. فمثلا سورة القدر مختلف إن أنزلناه في ليلة القدر، وردت عندنا روايات تقول إن هذه السورة مكية، وبعض الروايات تقول إنها مدنية. فإننا بعد أن درسنا تلك الضوابط والمميزات التي يمتاز بها القرآن المكي عن القرآن المدني، نستطيع أن نقول إن سورة القدر سورة مكية. ما الدليل على ذلك؟ نقول قصر آياتها وإيجاز أسلوبها، قصر الآيات والإيجاز في الأسلوب دليل أو مرشح أو مرجح لأن تكون السورة مكية. كذلك موضوع هذه السورة الكريمة هو الحديث عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ونزول القرآن أمر عقدي. إذن سورة القدر سورة مكية وليست سورة مدنية بناء على هذه الضوابط والمميزات التي وضعها العلماء واستنبطوها من السور المتفق على مكيتها والسور المتفق على مدنيتها. ننتقل الآن إلى الحديث عن سور وآيات القرآن. فالقرآن الكريم يتكون من آيات، وهذه الآيات موضوعة ومندرجة تحت سورة. والقرآن الكريم يعني حوى 114 سورة، 114 سورة بالإجماع. تعالوا بنا نعرف ما الفرق بين الآية والسورة، ونعرف كيف وضعت هذه الآيات، وهل هناك اختلاف في عدد آيات سورة معينة مثلا، وما أسباب هذا الاختلاف، وما الحكمة والفائدة التي تعود على الأمة بتقسيم القرآن الكريم إلى آيات وسور، وهل هذه الآيات وضعت في أماكنها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله، وهل السور وضعت في أماكنها على ما نراه في المصحف بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله تعالى؟ تعالوا بنا نتعرف على درس جديد من دروس علوم القرآن الكريم، وهو آيات القرآن وسوره. ما معنى كلمة آية؟ الآية تطلق في لغة العرب على عدة إطلاقات، منها العلامة، فالآية بمعنى العلامة، والآية بمعنى الدليل، والآية بمعنى العبرة، والآية بمعنى المعجزة. هناك عدة إطلاقات للآية، وكذلك الآية بمعنى الجماعة، الآية بمعنى الجماعة. إذن عدة إطلاقات لكلمة الآية في لغة العرب، كل هذه الإطلاقات يصح إطلاقها على الآية القرآنية، الجملة من القرآن الكريم. فالآية القرآنية
دليل على أن هذا القرآن من عند الله، والآية القرآنية فيها عبرة وعظة، والآية القرآنية معجزة، والآية القرآنية علامة على أن هذا القرآن الكريم من عند الله، وعلامة على أن النبي تلقاه من الله، فهي علامة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية بمعنى الجماعة لأنها تجمع مجموعة من الكلمات، وقد تجمع مجموعة من الجمل. ما معنى الآية في الاصطلاح؟ قالوا الآية القرآنية هي جزء من سورة، جزء من سورة، أو قطعة مندرجة تحت سورة، أو جملة مندرجة في سورة لها بداية ولها نهاية. الآية جملة مندرجة في سورة لها بداية ولها نهاية. طيب، آخرها يعني آخر هذه الآية فاصلة، فمعنى كلمة فاصلة هي آخر كلمة في الآية، يسميها علماء القرآن الكريم يسمونها الفاصلة. وهذا هو التعريف الاصطلاحي لكلمة الآية، هذا هو التعريف الاصطلاحي لكلمة آية. طيب، ما الفائدة من تقسيم القرآن الكريم إلى آيات؟ وما الفائدة من معرفتنا لبداية الآية ونهايتها؟ أول فائدة هي معرفة الوقف، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فوائد معرفة الآية، أول الآية وآخرها، بداية الآية ونهايتها، أن نعرف المقدار الذي نقرأه في الصلاة، فإننا نقرأ مثلا على القول المتوسط أن نقرأ ثلاث آيات في الركعة، نقرأ ثلاث آيات في الركعة، كيف نعرف مقدار أو تحديد هذه الثلاث آيات إذا لم نكن نعرف أين أول الآية وأين آخرها؟ من معرفة أو فوائد معرفة بداية الآية ونهايتها أن نقف على الإعجاز وأن نعلم مقدار هذا الإعجاز، فأقل مقدار لإعجاز القرآن الكريم هو ثلاث آيات قصار، ثلاث آيات قصار. من فوائد أيضا معرفة بداية الآية ونهايتها أن نعرف المقدار الذي نقرأه في قيام الليل، أن نعرف المقدار الذي نقرأه في قيام الليل، فقد ورد أن من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمئتي آية كتب من الفائزين، إلى آخر هذا الحديث الشريف. كيف نعرف مقدار كل هذا إذا لم نكن قد عرفنا أول الآية ونهايتها؟ إذا لم نكن قد عرفنا أول الآية ونهايتها. ما عدد آيات القرآن؟ اختلف علماء العد في تحديد عدد آيات القرآن الكريم، لكنهم اتفقوا على أن آيات القرآن الكريم 6200 آية، يعني 6200 آية، هذا القدر المتفق عليه. ثم اختلفوا فيما بعد ذلك، منهم من لم يزد، قال هم 6200 آية فقط، ومنهم من قال 6204، ومنهم من قال 6214، ومنهم من قال 6225، ومنهم من قال 6236. ما سبب هذا الاختلاف؟ السبب هذا الاختلاف اختلاف علماء العد، فعندنا مثلا العد الكوفي، وعندنا العد البصري، وعندنا العد الشامي، وعندنا العد المكي، وعندنا العد المدني، وهؤلاء اختلفوا في العد، لكنهم لم يختلفوا في المعدود. لأن بعض الناس قد يظن أنهم إذا اختلفوا، من يقول عدد آيات القرآن 6200 آية، أنه قد حذف أو أنقص من القرآن 36 آية، هذا خطأ. لا، اختلفوا في العد لكنهم لم يختلفوا في
المعدود. فالمقروء والمعدود والقرآن عند الجميع واحد، لا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص من القرآن الكريم شيئاً، اختلفوا في العد فقط. ما سبب هذا الاختلاف؟ السبب هذا الاختلاف ما جاءنا من روايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الصحابة نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ سورة معينة، قرأ سورة الفاتحة مثلا في 7 آيات. كيف عرف ذلك أن سورة الفاتحة 7 آيات؟ من خلال وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما سبب هذا الاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية نزول السورة يقرأ، أو من بداية نزول الآيات يقرأ الآيات ويقف عند رأس الآية. فعندما يقف النبي يعلم الصحابي أن هذه آية مستقلة بذاتها، يعني يعد هذا الوقف آية. في أحيان أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل بعض الآيات ببعض بناء على الوقف الأول الذي وقف عليه، يعني القراءة في أول الأمر بين لهم رؤوس الآيات. في مرة أخرى كان يصل بعض الآيات ببعض، فالصحابي الذي سمع المرة الثانية ولم يسمع المرة الأولى يظن إذا وقف النبي فهذه آية. من هنا أتى الاختلاف في العد. كذلك من أسباب الاختلاف في العد أن بعض العلماء كالكوفيين والشاميين والبصريين والمكيين والمدنيين اختلفوا مثلا في عد البسملة. منهم من عد البسملة آية ومنهم من لم يعدها آية، وبناء على ذلك اختلفوا في عد آيات السورة. اختلفوا كذلك في عد الأحرف المقطعة في السور التي افتتحت بها، بعضهم عدها آية والبعض الآخر لم يعدها آية، ومن هنا نشأ هذا الاختلاف في عد آيات السور وبالتالي عد آيات القرآن الكريم، مع أن المقروء واحد، لا يستطيع أحد أبدا أن يزيد في القرآن أو أن ينقص منه ولو حرفا واحدا. إذن فهمنا من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أننا عرفنا أول الآية ونهاية الآية من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة يسميها العلماء توقيفية، بمعنى أن الذي أوقفنا عليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فآيات القرآن كلها توقيفية، آيات القرآن كلها توقيفية، لا نعلمها إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمها من خلال جبريل عليه السلام، وجبريل علمها من الله سبحانه وتعالى. طيب ترتيب الآيات، احنا عرفنا أول الآية وآخر الآية، لا نستطيع أن نعرف الأول والآخر من الآية إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه معرفة توقيفية. طيب ترتيب الآيات في السورة الواحدة، من الذي رتب الآيات على الوجه الذي نراه الآن على النحو الذي نشاهده في المصاحف؟ قالوا ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفي أيضا، بمعنى أن الذي جعله هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه من جبريل عليه السلام، وجبريل تلقاه من الله. إذن معرفة أو ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة هو توقيفي من الله تعالى، أخذه جبريل ثم بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. فترتيب الآيات توقيفي، ولا طريقة ولا مجال، لا يستطيع أحد أن يقدم آية على آية، ولا أن يقرأ آخر آية في السورة ويجعلها في بداية السورة، هذا كله لا يستطيعه أحد، لأن الذي رتب ذلك هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مجموعة الآيات إذا ضم بعضها إلى بعض يخرج لنا السورة، أو تخرج لنا سورة. ما معنى السورة؟ السورة مأخوذة من
سور المدينة لأنها تحيط بالآيات التي في داخلها كما يحيط سور المدينة بما في داخله. وبعضهم يقول السورة أصلها من السؤر، والسؤر هو بقية الشراب الذي يبقى في الإناء، فكأن السورة إنما هي قطعة أو بقية باقية من القرآن الكريم. طيب ما تعريف السورة في الاصطلاح؟ قالوا قلنا في الآيات جملة من الكلمات مندرجة في سورة، السورة جملة من الآيات ضم بعضها إلى بعض. والسورة القرآنية لها بداية ولها نهاية، ومعرفة أول السورة وآخر السورة أيضا لا نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمه من جبريل وجبريل علمه من الله سبحانه وتعالى. فمعرفة أول السورة وآخر السورة هو أيضا يكون بطريق التوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نرى سورة كسورة الكوثر هي 3 آيات فقط، ونرى سورة كسورة البقرة 285 أو 286 آية. من الذي جعل هذه يعني بهذا العدد من الآيات، ومن الذي جعل هذه بهذا العدد القليل من الآيات؟ الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة التي تعود علينا من تقسيم القرآن إلى سور؟ الأول فائدة هو حسن الترتيب والتنسيق والتنويع، حسن الترتيب والتنسيق والتنويع. والفائدة الثانية تسهيل الحفظ وبعث الهمة والنشاط عندما يقرأ القارئ أو يحفظ الشخص سورة من السور، فإنه إذا انتهى من سورة يفرح ويسر ويستعد للسورة التي بعدها. كذلك من الفوائد التي تعود علينا من تقسيم القرآن إلى سور أن الإنسان يعلم ويعرف الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى له، وتعرف الأمة مقدار هذا الشخص الكريم الذي حفظ القرآن الكريم. قال أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. والحكمة من تنويع السور بين الطول والقصر هو أن نعلم أن الإعجاز الذي هو خاصية من خصائص القرآن الكريم ليس مقصورا على السور الطوال وفقط، وإنما هو أيضا يشمل السورة القصيرة. فالإعجاز أو السورة القصيرة لا يشترط حتى تكون معجزة أن تكون سورة طويلة الآيات. كذلك من الفوائد التي تعود علينا التدرج في التعليم، فعندما مثلا يأتي إلينا أولادنا وشبابنا ليحفظوا القرآن الكريم، فإننا نبدأ معهم أولا بالسور القصار، حتى إذا ما يعني حفظوا كثيرا من تلك السور فإن همتهم تزيد لإكمال وإتمام حفظ القرآن الكريم. كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة. كل سورة من سور القرآن سنجد في بدايتها أنها سميت باسم خاص بها، وهذه التسمية أو هذه السور تعددت أسماؤها أيضا بتنوع وتمييز لها عن بقية السور. من أين سميت السورة بهذه الأسماء؟ يعني نجد مثلا سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، يعني أوصلها السيوطي في كتابه الإتقان إلى 25 إلى 25 اسما. ونجد بعض السور ليس لها إلا اسم واحد فقط كسورة هود أو سورة يونس. من الذي سمى هذه السور بهذه الأسماء؟ العلماء يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول
تسمية السور أيضا هي بالتوقيف، بمعنى أن الذي سمى السور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاه عن جبريل عن رب العزة. وهناك قول يقول لا، الأسماء اجتهادية، لأننا إذا بحثنا وتأملنا في الآثار والأحاديث لم نجد أحاديث تقول لنا يعني أو تشمل وتتضمن جميع أسماء سور القرآن الكريم. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن السور اجتهادية. إذن عندنا قول يقول تسمية السور توقيفي من النبي، وقول آخر يقول لا بل هو اجتهادي من العلماء، ورأي ثالث جمع بين القولين فقال أسماء السور منها ما هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك الأحاديث التي بين أيدينا في كتب السنة. ومنهم من قال إن تسمية السور اجتهادية من الصحابة، لأننا لم نجد ولم نظفر بأحاديث وآيات بأحاديث وآثار تدل على هذه التسمية، فجمعوا بين القولين وقالوا منها ما هو توقيفي، تسمية السور منه ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. ترتيب السور، سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء إلى آخره، على النحو الذي نراه في المصحف الشريف، من الذي وضعه؟ بعض العلماء يقول أيضا هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول هو اجتهادي من الصحابة، وبعضهم يقول بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. والسبب في ذلك أيضا أننا لم نظفر بأحاديث وآثار تدلنا على ترتيب جميع السور، لكن الراجح عند العلماء أن ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، كترتيب الآيات نقله له جبريل ونقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا. وبذلك نكون قد عرفنا معنى الآية ومعنى السورة، وما الفائدة من معرفة أول الآية ونهاية الآية، وما الطريق إلى معرفة أول الآية ونهاية الآية، وكذلك السور وترتيب الآيات في السور وترتيب السور على النحو الذي نراه. كل ذلك قد عرفناه وحصلنا على ثقافة واسعة حول آيات القرآن الكريم وسوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.